عين الطلاب تبع لي قلبي حبايبي. محاضرتنا اليوم تتكلم عن العامل المشترك اللي هو جي سي اف. بهذا الموضوع عندي ملاحظات مهمة جدا لازم انت تتبع ليهن، اللي هن يكون عدد او رمز يشترك في جميع الحدود ويقبل القسمة عليها. زين، نسحب العامل المشترك خارج القوس ونقسم الحدود عليه والباقي داخل القوس. هاي ملاحظة مهمة اريدك تسجليها بالورقة. اعيد لك اياها، يكون عدد او رمز يشترك في جميع الحدود ويقبل القسمة عليها. هو هذا يشترك في جميع الحدود سواء كان رمز او عدد. زين، بالرمز تاخذ اكبر اس، عفوا بالرمز تاخذ اقل اس، وبالعدد تاخذ اقل عدد يقبل القسمة على جميع الحدود. نسحب العامل المشترك خارج قوس ونقسم الحدود عليه وباقي داخل القوس، وباقي شنو عندي داخل القوس. اذا تتبع توجه يا استاذ العدسة حبيبي على السؤال الاول. طبعا هاي الاسئلة اللي قدامك موجودة هي اسئلة تمارين تأكد من فهمك. السؤال الاول والثاني والثالث والرابع ان هذن اليوم راح نشرحهن وليدي. يقول لك حلل كل مقدار باستعمال العامل المشترك الاكبر اللي هو جي سي اف وتحقق من صحة الحل. يقول لك ورا ما تكمل حل تحقق لي من صحة الحل، شوف له هذا حلك صح او خطا اثبت لي. زين، نجي هنا أنا. عندك هذا العدد 9 وعندك هنا هذا العدد 21. من نجي نسحب عامل مشترك اول شيء شوف لي 9 وال21. لحظه، شوف لي 9 وال21. التسعة جايتك 3 في 3 والواحد وعشرين جايتك 3 في 7. اذا هسه من المشترك الثلاثة. جيد، عندك اكس تربيع وهنا بالكتاب موجود اكس، اكس تربيع واكس اس واحد. من المشترك اكس اس واحد. افتح قوس، يقول قسم والباقي داخل قوس مثلا 9 على 3 عاشت ايدك. عندك تربيع وعندك هذا اس واحد، مو يقول عند القسمة تطرح الاسس، يعني التربيع اطرح من عنده واحد، ايش قد يظل لك؟ يظل لك اكس ووحده اس واحد. السالب ينزل، 21 على 3 7، الاكس راح يروح ويا من؟ ويا الاكس راح اسد القوس. من يقول لك ثم تحقق من صحة الحال؟ طريقة يعني معنى التحقق، هو راح ادخل خارج القوس على الاول او على الثاني، فراح يعطيني النتائج التالية. 3 في 3 9، اكس في اكس اكس تربيع سينزل، 3 في 7 21، والاكس ايش في هذا الاكس ينزل، فراح يرجع نفس السؤال نفسه، يرجع السؤال نفسه، يعني انت سحبت تقدر تعيد السؤال نفسه سواء اسمه تعيد السؤال نفسه اذا تدخل بطريقه الضرب. زين، اتبع السؤال الثاني 10 15 5. هسه كعامل مشترك الخمسه كعدد، اما ارمز، الارمز ما موجود هنا عندي واي على مود اقول الواي مشتركه بجميع الحدود، لها صوره في جميع الحدود او كل حد يحتوي على صوره، ما عندي. زين، بهذه الحاله شلون صار؟ افتح مباشره القوس. جيد، اعيد لك اللقطه هاي كلش مهمه. عندك هذه 5 في 2 10، 5 في 3 15، 5 في 1 5. اذا العامل المشترك ليش اختارت الخمسه ما اختارت العشره او ال 15؟ لان هي تشترك بجميع الحدود، موجود صورتها بالعشره وبال 15 وبال 5 نفسها. زين، من استخرجتها شو اسوي؟ اقسم العدد والباقي داخل قوس، مثلا 10 على 5 2، 15 على 5 3، وانزل الواي لان الواي ليس عامل مشترك فما خليته هنا. زين، 5 على 5 ظل لك بس الواي تربيع، ظل بس الواي تربيع. زين، من يقول لك تحقق من صحة الحل؟ ها، التحقق هو الواي الخمسة تدخل على الأول أو على الثاني أو على الثالث. ف 5 في 2 10، 5 في سالب 3 سالب 15 وانزل الواي الموجب ينزل، 5 في واي تربيع 5 واي تربيع اسد القوس. هذا هو التحقق من صحة الحل. زين، يطلع لي الناتج نفسه، يعني السؤال نفس السؤال، يعني من راح تضرب الناتج هو يشبه السؤال. هذه هي عملية التحقق. طلاب مرات ما يطلبها لك الأستاذ فما ما لها داعي ما تكتبها. إذا قال لك وثم تحقق من صحة الحل تسوي له هذا الخطوة، إذا ما طلبه من عندك أنت اللي جاي توقف بالحل. عاشت إيدك. 14 زدت أس 4 سالب 21 زدت تربيع سالب 7 زدت تكيب.
يقول لك هنا انا اسحب العامل المشترك او حلل باستخدام العامل المشترك وبنفس الوقت يريد تحقق من صحه الحل لان وتحقق من صحه الحل. زين اول خطوه عندك 14 21 7 اكيد العامل المشترك هو 7. عندك زد اس 4 زد تربيع وهذا زد تكعيب اكيد راح تختار اقل اس هو زد تربيع لان انا وصلتك اول ما بديت هنا وقفت اشرح قلت لك بابا اختار بالارمز هو اقل رمز الاس وبالعدد هو اقل عدد واقل رمز دائما اقل عدد واقل رمز اختار العدد يشرط ان يكون يقبل القسمة على جميع الحدود. طلابي ورا ما سحبت العامل المشترك يقول نسحب العامل هنا استاذ وجهي نسحب العامل المشترك خارج القوس ونقسم الحدود عليه والباقي داخل القوس. فثاني شنو هنا هنا سحبت العامل المشترك خارج القوس هذا القوس قصده فابدا قسم والباقي داخل القوس 14 على 7 2 التربيع تطرح منها 2 يظل لك زد تربيع عفوا الاس 4 تطرح منها 2 يظل لك شويه تربيع السالب ينزل 21 على 7 بها 3 وهذا التربيع راح ويا التربيع ظل عندي سالب عند 7 راحت ويا من ويا 7 هذا التكعيب يعني 3 اطرح منها 2 راح تظل لك زد وحده واسد القوس. زين استاذ اوكي هسه تعلمت اسحب عامل مشترك بس شلون هاي مال التحقق ما تقدر تعيد ليها مره ثانيه؟ اي حبيبي سهله مجرد هذا الخارج القوس الرمز والعدد يدخل على الاول ويدخل على الثاني ويدخل على الثالث من راح تدخله راح يطلع لك الناتج اللي يطلع لك هو نفس السؤال على سبيل المثال كمل 7 في 2 14 زد تربيع في زد تربيع زد اس 4 لان عند الضرب تجمع الاسس سالب ينزل 7 في 3 21 والزد تربيع تنزل 7 وهذا معاملها ايش قد 1 7 في 1 7 زد تربيع في زد تكعيب. بهذه الطريقة راح يكون ترتيب الحل وطريقة الإجابة الصحيحة اللي هي نوع من هذه الأسئلة. آخر نقطة هي النقطة الرابعة بالتمارين تأكد من فهمك. يقول جذر 8 تي تربيع في آر زائد جذر 2 مضروبة في تي تربيع بالتي في آر تربيع وجذر 3 تي آر. طريقة حل هذا السؤال هو يحتاج إلى ترتيب. شلون يحتاج إلى ترتيب؟ مثل هاي الثمانية اذا ترجع الفصل الاول للجذور راح تلقاها 2 جذر 2 تي تربيع في الار زائد هذا جذر 2 يدخل على الاول وعلى الثاني راح يصير جذر 2 بالاول جذر 2 تي ار تربيع جذر 2 يدخل بالحد الثاني راح يصير جذر 2 جذر 3 تي ار وسد القوس او حتى بدون قوس عادي ولأنه هو اصلا ما بالقوس يعني احنا ما اشتغلنا بالقوس احنا تخلصنا بالقوس. شوف حبيبي تلاحظ جذر 2 جذر 2 جذر 2 اذا جذر 2 عامل مشترك عندك تي عندك تي وعندك تي تسحب اقل اس تي عندك ار عندك ار تربيع وعندك هنا ار فتسحب هذا الار عامل مشترك وتفتح قوس تقسم الجذر على الجذر والرمز المتشابه على الرمز المتشابه يا حبيبي اتبع عليه جذر 2 راح ويا جذر 2 ظلت لي بس رقم 2 الخارجيه عندك تي تربيع بعد تي هذا اسها 1 هاي اسها 2 2 اطرح منها 1 ظلك تي وحده الار راحت ويا الار نزل هذا الموجب عبر على الحد الثاني جذر 2 راح يجذر 2 ظلك بس رقم 1 التي راح ويا من ويا تي والار تربيع يعني 2 تروح ظلك بس ار وحده زين بس خير انتبه لك واحد ار زين السالب ينزل جذر 2 راح ويا جذر 2 ظلت لك بالجذر 3 عندك والتي ار راحت ويا التي ار سد القوس هذا هنا انتهينا من حل المطلب السؤال التحقق هنا راح اسوي لك اياه شوف التحقق عندك حالتين يطلع لك اقدر اخليه بهذه الصوره ويطلع لك بصوره السؤال الاصلي يعني بسؤال الترتيب او سؤال الاصل 32 سؤال هذا غير مرتب هذا مرتب يعني عامل مشترك هذا غير مرتب وهذا مرتب من اجي اريد هسه من راح ابدي ادخل على الاول وعلى الثاني وعلى الثالث راح يطلع لي العامل المشترك المرتب زين استاذ شلون اقدر احول مثل هذا السؤال غير مرتب؟ راح انا افهمك هسه بس شويه طيب اجا انت مو راح يدخل على الاول
ويدخل على الثاني ويدخل على الثالث. تمام؟ شوف من راح يدخل على الأول راح يصير جذر 2 في 2 2 جذر 2 تي في تي تي تربيع. الآر أكو موجودة لا تنزل بس آر تنزل علامة الموجب. 2 في 1 2 عندي هنا تي في آر تي آر في آر تنزل لي تي آر تربيع لأن الآر في الآر آر تربيع السالب ينزل. عندي هنا جذر 2 في جذر 3 جذر 2 جذر 3 خوش تي آر أكو هنا عندي ما موجود إذا بس تنزل التي والآر خوش استاذ. هسه احنا هاي افتهمت لو وقت انه هذه النتيجة هي نفسها بطريقة التحقق تطلع لها بس لا احنا نريد تستنتج لنا شلون تطلع لي بالسؤال الاصلي السؤال الغير مرتب. ها سوى قال طبعا جذر 2 في 1 جذر 2 نعم المفروض اخلي جذر اي يعني سوى هنا أنا. قال هذا جذر 2 وهذا جذر 2 اقدر ارتبهن اسحب منهن واحد عامل مشترك. انت مو عندي هنا خوش وهاي 2 جذر 2 هي اصلها جذر 8 2 جذر 2 اصلها جذر 8 تي ار تربيع. هذا هنا جذر 2 اسحب عامل مشترك وافتح قوس جذر 2 على جذر 2 بها بس تي ار تربيع سالب جذر 2 راح من جذر 2 ظلت لي جذر 3 تي ار واسد القوس بهالطريقه فرجعه سؤال غير مرتب بس انت يعني اذا تحققت وانطيتها بهاي الطريقه هذا جوابك صح 100% وما بيك النقص زين يعني مو شرط ان يطلع لك منطوق السؤال الاصلي لان هذا غير مرتب فانت رتبته وراها سحبت عامل المشترك وراها تحققت وانطيتك انطيت النتيجه النهائيه. تمام طلابي اتمنى لكم دوام الصحه والعافيه ولا تنسون الاشتراك في قناه معهد زها حديد. انا الاستاذ ابو الحسن في امان الله.